السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم بخير وعلى خير، وانتم ضاحكين ناشطين ماشطين. هنايا خرجت مباشره من بعد ما ساليت الخدمه، مشيت خديت واحد لا كريم باتيسي خاصاني، وخديت كذلك هاد جيب الحلواني. فخليكم على فيديو حتى الاخر. دزت مباشرة الكوزينة، هنا خديت واحد ثلاثة البيضات ورطبتهم البيض رطبته، بغا نقول طربته. المهم مرة كتخرج لي الكلمات عن السيطرة. هنا خديت ثلاثة البيضات بحرارة المطبخ، يعني جبتهم من قبل من الثلاجة، وخديت واحد الفانيا، خديت كذلك واحد الكاس ديال السنيدة، وبقيت كنطربهم مزيان مزيان. هنا غادي نوجد واحد الجينواز اللي كتجي رائعة جدا، وكتوجد في ساعة بالخف. هاد الجينواز هادي غادي نطيبها انا في المقلة ديال الطيفة، المقلة اللي ما كتكونش كتلصق، ومن بعد ما غنطيبها يعني غنقلبها على جوج جوايع، غنطيبها من الجهة الاولى والجهة الثانية. كتجي ساهلة مهلة، وما غاديش تجي ناشفة ما حتى شي حاجة، حيت باقي غنسقيوها من بعد. انتم غادي تشوفوا معي كيفاش غندير ليها، زعما الا كنتو مزروبين ومش عليكم الحال. المهم انا تشهيت شي حاجة حلوة، وجيت هنايا كنصاوب، يعني كنوجد هذه بهذه الطريقه. صراحه كتوجد دغيا وما كتاخذش الوقت. صافي، هنا من بعد ما طربت مزيان هذاك البيض والسنيده والفانيا، غادي نضيف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف كذلك الطحين على حسب، يعني الطحين يعني الدقيق الفورس او الطحين الابيض واش كيشرب ولا لا، حيت كل طحين والنوعيه ديالو. كاين الطحين اللي كيشرب بزاف كيشرب بزاف. المهم نتوما عينكم ميزانكم. صافي، وهنا كملت التضرب كيف قلت لكم، نضيف كاس د الحليب، وغادي نضيف كذلك جوج معالق ديال الكاكاو المر. بعد ما زدت الطحين ضفت واحد جوج خمارات
حتى لاخر لحظه صافي. وغادي نبقى كنحرك مزيان مزيان، من بعد غادي نطيبهم. وضروري المقله فاش غادي تطيبو ما تكونش كتلصق، وديرو هكذا شي غطا بحال مثلا شي غطايه ديال شي مقله اللي كتكون ترونسبارون، باش كتشوفوا هذيك الجينواز ديالكم باللي راها كطيب، وكتحيدوها حيت ديجا فيها يعني درنا فيها هاد الكاكاو المر. فضروري ضروري باش ما يعني ما تحرقش ليكم. صافي وغادي نطيبها على عافيه تكون متوسطه، يعني ماشي مجهده ماشي ناقصه بزاف بينو وبين. وكيف قلت لكم ضروري من الغطاء يكون فوق المقله، يكون هكذا ترونسبارون باش كتبان لكم الجينواز ديالكم واش طابت ولا لا، بحال هذا الشكل هذا. صافي وغادي نطيبها، من بعد غنقلبها نطيبها في على الوجه الاخر. ومباشره من بعد ما غادي تطيب غادي ندوز باش نحضر السيرو باش غادي نسقيها. غادي نسقيها غير بالسيرو، غنوجدو غير بالسنيده والماء، وغادي نخليه فوق البوطه ونقص عليه البوطه. صافي هو باش غادي نسقي هاد الجينواز هادي باش ما تجينيش ناشفه. من بعد ما كملت لهم الطياب كاملين كيف قلت لكم السيرو دزت كنوجد فيه على الشكل هذا. صافي وهنا غادي ندوز مباشره باش نحضر لا كريم باتيسير. الا بغيتوها تنجح معاكم مزيان مزيان، يعني بالنسبه للمبتدئات اللي ما كتنجحش معاهم، المول فاش كتخدموا ولا الاناء فاش كتخدموا يكون بارد، يعني تدخلوا للثلاجة قبل المعلقه باش غتحرك وتكون بارده. يعني انا راه حتى هذا سميتو ديال الطراب دخلته للثلاجة حتى برد مزيان، هكذا كتطلع دغيا لا كريم شونتيي وما كتاخذش معاكم بزاف ديال الوقت. صافي هنا كيف قلت لكم بديت كندهن هذيك، وغادي نهز دابا كيف ما كتشوفوا لا كريم باتيسير، وغادي نبدا كنوزعو. غندير طبقه اخرى ديال الجينواز، وغنعاود عاوتاني نوزع طبقه اخرى ديال لا كريم باتيسير. يعني ساهله ماهله، اي وحده تقدر تصاوبها من اسهل ما يكون. صافي وانا هنا خدامه غير بالموس وبالمعلقه، يعني ما عنديش باش ندير المونتاج تمحنت. المهم كلشي على البساطه، شي امك تكون بسيطه كتجي في شكل. صافي وغادي نبقى كنخدم انا كيف قلت لكم، راه كنفيني غير بالموس ما عنديش الادوات باش غادي نخدم. صافي صافي بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري على حسب. انا هنا خديت هاد الشكلاط هذا. صافي وغادي نزين به الجناب ديال الكيكه ديال هاد الكيكه هادي. الفيرميسيال خديته في هذا اللون الاسود هذا، وكنزين به هكذا. المهم هذا هو اللي لقيت حاليا في الدار، ما كانش يعني شي حاجه متوفره، كل واحد والطريقه ديالو في التزيين وعلى حسب يعني المتوفر. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقه، وغادي نوضع الكريم باتيسير في الجيب الحلواني هذا، وغادي نوضع الطبقه الاخرى من الفوق. هنا غادي ناخذ الجليكوز مع الناباج، غناخذ معلقه معلقه، ومعلقه راها فازقه يعني فزقتها بشويه الماء باش ما يلصقوليش في المعلقه. صافي وغادي ندير معاهم كذلك، نضيف كذلك النكهه ديال الفرومبواز. يمكن لكم تضيفوا اي نكهه بغيتوا، انا هذه اللي لقيت هنايا في الدار عند ماما هي اللي ضفت. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقه هاد لا كريم باتيسير، غنكمل تندورها على هاد سميتها كامله. غير انا ما دخلتهاش نهائيا الثلاجه،
يعني راح تزاد ديك السابيه فيه. المهم ضروري كدخلت اللاج ضروري. خليتكم على خير، تهلاو في راسكم، السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. سلامه.